أنا في مكان عمره أكثر من 900 سنة، قلعة زعبل، لكن الجوف عمرها من عمر التاريخ. اخترت هذا المكان عشان أقابل الشيف خلف اللي حيعلمني طريقة البكيلة على طريقة أهل الجوف الأصلية. مرحبا، صباح الخير شيف. صباح النور، حياك الله. يا هلا استاذة، حياك الله. ايش الاجواء الحلوه هذه؟ والله والغيم والمطر، الاجواء الحلوه يعني اعتقد جينا في الوقت المناسب عشان السمح. حياكم الله، وعندنا السمح وعندنا اليوم البكيله ان شاء الله، ونشرح نبدا نشرح السمح من بدايته. انا سامع عنه كثير بس حابه اعرف تفاصيله. فاول شيء ممكن نتكلم عن السمح. مثلا انا سمعت انه هو مثلا ما ينزرع، هو يعني سبحان الله مع المطر يطلع. مع المطر يطلع، ما سبحان الله لحاله يطلع، لا زراعة ولا شيء. وفي سنوات مواسم يطلع ومواسم ما يطلع، على حسب الربيع وعلى حسب هذا شيء من رب العالمين سبحان الله. ده احنا جينا في وقت مناسب يعني في الغيم والمطر. إيه الحمد لله. إيه الحمد لله، وجهنا خير عليكم. إيه ما شاء الله جايبين معكم في الأجواء الحمد لله. البكيلة أو التسيلة بالنطق المحلي إلى أهل منطقة الجوف، أقرب وصف أو شرح لها من الناحية العربية إن هي من بكل الشيء، بمعنى خلطه، أن أنت تحكي على خليط التمر مع السمن ومع السمح في حالة أهل منطقة الجوف. نبدأ أول شيء نجيب التمر. أيوة. ونطلع النواة اللي هو الفصم. اسمه حلوة الجوف. حلوة الجوف. حلوة الجوف. ونطلع الفصم منها. وعشان بنعجنها إحنا مع السمح. يعني نعجنها. هي بكيلة لنا طبعاً عبارة عن إنها معجونة. أيوة أوكي، يعني تتعجن باليد، تصير زي المعجون يعني، ونحط عليها السمح. نبتة السمح نبتة جدا مميزة، وصراحة ما هو أميز إن كيف سبحان الله أهل المنطقة لقوا هالنبات البري واستخدموه في أكلهم، صراحة هي جدا عجيبة. وذكر في كثير من مذكرات وكتابات الرحالة في أثناء زيارتهم لشمال المملكة، وذكر حتى أنه يعتبر نادر، ما نشاف في مناطق ثانية، وفعلا إحنا ما نشوفه في مناطق ثانية. يلا نشوف. بسم الله. متحمسة شوف حتطلع شكلها. لا إن شاء الله شكلها جميل ما شاء الله. بما كنت خبير البتيلة صح؟ البتيلة. أيوة البتيلة. أوكي سأتكلم زيكم. يعني هذا السمن صح؟ أيوة. نسخنه يكون سايح. طبعا يكون سايح لأن الحين جامد من الأجواء الباردة، ونخليها شوي بس تذوب عشان نحط معها عشان تسهل عشان السمن السمح يتشرب التمر. ونحط بعد سمح. بسم الله ما شاء الله. دحين انت انك خبيت بالنظر يعني تعرف قديش المعيار. اهم شيء متقارب، احنا من شوي قلنا اهم شيء متقاربه تكون. دحين انت حطيت سمنه، حتى سمنه بارده، حتى سمنه بردانة بارده الاجواء بارده مش عادي الحين. دحين شويه سمن عشان ايش؟ تصير طريه. عشان طريه تصير. ايوه تمام. احنا بالنسبه لنا هذا الطبق جدا مميز، ان انت تحكي على ثلاث مكونات لكن مع بعض يعطون نكهه وطعم جدا رائع. تمر حلوه الجوف اللي هي ايضا مميزه في ناحيه انتاج التمور، يخلط مع السمن ومع السمح لين لما يمتزجون مع بعض بشكل قوي. طبعا السمح يضفي طعم إرثي أو أرضي. تشرب الحين السمح. حلو. وصار لونها أقرب شيء للحم. الحين حتحطها في الصحن. هذه صحن التقديم. أيوه جاست أبد. تقدرين تسوينها على نفس الصحن دوائر مربعات، تقطعينها بصحن صغيرة. حلو المربعات دوائر اللي هي تكون تقديم يعني. أي تقديم. يحط السمن على الوجه الحين. كذا خلاص الطبق جاهز. وحط اللوز دحين كذا تزينه. إيه. مع لوز. طب دحين بعد إضافات والمنظر الجميل هذا لازم أدوق. لا بعد تجربيها مع قهوة. طيب. لا هي مالها قهوة هذه. إيه مع قهوة. أبغى قهوة. أطعم قهوة سعودية مع بتسيلة. لك ألف عافية. الله يعافيك.